فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزم الداعية أن يذهب إلى الأماكن التي فيها فتن وتبرج واختلاط كالمستشفيات لدعوة غير المسلمين للإسلام، ويكون فعله هذا بشكل يومي؟ هل يلزم هذا؟ هذا طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى تجمعات المشركين ويسمعهم القرآن والدعوة، فإذا كان قصده الدعوة يذهب إلى هذه الأماكن، نعم، مع غض البصر، مع تجنب الاختلاط، نعم.